اكتملت أضلاع المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية بوصول منتخبات مصر والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو إلى نصف نهائي البطولة المقامة حالياً، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على الظفر بالأميرة الإفريقية في هذه النسخة الاستثنائية. ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون صاحب الأرض والتنظيم، فيما يواجه السنغال منتخب بوركينا فاسو قبل أن يصعد الفائز من كل مباراة إلى اللقاء النهائي الذي سيقام الأحد المقبل في العاصمة ياوندي. وتمتلك منتخبات المربع الذهبي في جعبتها 12 لقباً قارياً، حيث يعد المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، يأتي بعده منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب، فيما لم يسبق للمنتخبين السنغالي أو البوركينابي تذوق طعم الانتصار باللقب القاري. ويعد المنتخب المصري الممثل الوحيد للمنتخبات العربية في نصف النهائي، وهو الأكثر ظهوراً في المربع الذهبي في تاريخ البطولة بعد تأهله لهذا الدور للمرة 16 في تاريخه، وحيث ظهروا في النصف النهائي في أول 10 مشاركات ما بين عام 1957 و1986. وبعد ذلك تأهلوا 6 مرات في بطولات 1998 و2006 و2008 و2010 و2017 ثم 2021. وبلغ منتخب الكاميرون الدور النصف النهائي للمرة 10 في تاريخه، بينما تأهل منتخب بوركينا فاسو لرابع مرة في تاريخه للمربع الذهبي في أعوام بعد 1998 و2013 و2017 وللمرة الثالثة على حساب تونس بعد نسختي 98 و2017، فيما يتواجد السنغال في المربع الذهبي للمرة 6 في تاريخه والثانية توالياً بعدما تواجد في الدور ذاته في بطولة 2019. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير، واحد من كبار الكرة المصرية، الكابتن هشام يكن. يا كابتن هشام صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. ازيك يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ كله تمام. صحة بوم. احنا لسه مسلمين على بعض من شوية. نسلم تاني؟ ما هي دي الشغلانة، هنعمل إيه؟ سلم واحنا داخلين ونسلم تاني كمان. نسلم ونقعد. عامل يا كابتن هشام؟ كله تمام. أخبارك إيه؟ حبيبي الله يخليك. منتخب مصر آخر لقاء كان بيننا أنا وأنت، كنت زعلان شوية من الأداء. دلوقتي الأمور اتحسنت كتير. أكيد. تتفق؟ أكيد تتفق. مباراة كوت ديفوار ومباراة المغرب كمان ادونا حالة طاقة إيجابية جدا لمنتخب مصر. أكيد الطفرة اللي موجودة دلوقتي والفرحة اللي موجودة في مصر طبعا سببها الماتشين دول، طبعا إزاي قدرنا نتفوق على فرقة الأفيال اللي هي فرقة كوت ديفوار، وقدرنا نتفوق على يعني فرقة المغرب اللي هي الفريق المرشح بشكل قوي جدا كان للوصول لنهائيات أفريقيا وكأس الأمم. عايز أقول إن فعلا هم دخلوا البهجة، دخلوا في إن اللي كنا منتظرينه، وهي الروح، عودة الروح. صح. يعني كنت زمان بنتكلم في أشكال أو حاجة زي كده، لكن إحنا كنا بنفتقد الفترة اللي فاتت روح الفريق داخل المنتخب المصري. صح. يمكن اللعيبة بعد ماتش نيجيريا ابتدى المرحلة الوعي، ابتدى يدركوا الخطورة، موقف المنتخب المصري، خروج فريق يعني يمتلك افضل لاعبي يعني ويمكن افضل لاعبي في العالم محمد صلاح، ومعاه برضو مجموعه لعيبه متميزين بقوا في اوروبا، ليهم وضعهم وليهم شكلهم وليهم اسلوبهم بالاداء والكلام من ده، ومعاك خط دفاع يعني بصراحه افضل خط دفاع في مصر دلوقتي من فترات. يعني النهارده لما تيجي تلاقي مثلا حجازي والونش ودخل محمد عمنا، ومعاك باك ليفت فتوح، وناحيه اليمين اكرم توفيق في حال طبعا رجوعه طبعا بالسلامه ان شاء الله. وعمر كمان عبد الواحد، بس بالمناسبه خط الدفاع عمر كمان. بمناسبه خط الدفاع يا كابتن هشام، احنا المنتخب الوحيد اللي في البطوله، او اعتقد ده الجيل الوحيد اللي في تاريخ البطوله، ان خط الدفاع بتاعك بيصاب بالكامل باثنين حراس مرمى. يعني انت تصاب عندك اكرم توفيق، وتصاب عندك حجازي، وتصاب عندك الونش، وتصاب عندك فتوح، وتصاب عندك الشناوي، وتصاب عندك محمد ابو جبل، وكل اللي شاركوا مكانهم كانوا رجاله وعملوا اداء رائع جدا. اكيد طبعا. ممكن تقول انا ممكن يعني هو بص يا حاله يا اما في زياده في الجرعات التدريبيه او في حمل على حاجه معينه، وده اللي اثر على اللعيبه وابتدى يجي لهم، ومعظمهم يعني بنتكلم في عمليات
شد او اي حاجه من الحاجات دي. فطبعا يبقى لازم انا اوريدي اخد بالي من الحته دي وابتدي افكر اهدي من اللعيبه، لان اللعيبه وصلت لمرحله العصبيه او التركيز الزياده، فطبعا ده ممكن يكون ياثر على انك انت تدي مجهود اكتر غصب عنهم. بصراحه كابتن هشام بحس غصب عنهم، يعني اللعيبه لعيبه منتخب مصر كميه الضغط والتوتر اللي عليهم من الجميع بصراحه اعتقد يعني مخليهم يعني بحس ان حسيتهم في مباراه المغرب متوترين، اللي هو متوترين جدا، وانا قاعد انا بتفرج على التلفزيون ما تهدوا اهدوا يعني فاهم مضغوطين. اللي انا كنت يعني متوقعه لما جينا رحنا قلنا يعني احنا كان الخوف الاولاني ان المنتخب المصري يطلع من الادوار الاولانيه ويرجع بشكل سيء، لكن لما تعمقنا في مباراه كوت ديفوار الترجمه عندي جت على طول بسرعه، يمكن اكتر من لقاء قلت ايه ان المنتخب المصري ممكن ينافس بشكل كبير جدا على البطوله، يعني الاحداث بعد كوت ديفوار بعد كوت ديفوار قبل كوت ديفوار ما كنتش حاسس بكده بالظبط، لكن دلوقتي بعد كوت ديفوار طبعا الشكل اتغير، المجهود اتغير، قلت اللعيبه ابتدت تستعيد ذاكره الايه الروح، لان مفيش روح في الاداء الفرقه في ماتش نيجيريا، الكره خسرانين كسبانين او يعني ماشيين الماتش عادي، احنا بنلعب هادي قوي يعني الريتم بتاعنا هادي قوي، مفيش ضغوط، ما تحسش ان في ضغط، حاسين ان احنا خسرانين، يعني عارف ان حتى الجري ورا الكره ما كانش بالشكل المناسب. مباراة المنتخب النيجيري دي هي مباراه نلغيها خالص من حياتنا، يعني هي فعلا ما كانش فيها اي ايجابيه وكانت فعلا مباراه وحشه، بس بعد كده الامور اختلفت. النهارده بقى اختلف ايه؟ اختلف حاجات كتير جدا. اولا عوده الروح، نمره 2 كروش ابتدى يحط التشكيل بشكل معقول منطقي انت فاهم. نمره 3 ان اللعيبه قامت بدورها وواجباتها على حسب المركز اللي هو فيه، يعني مفيش حد تعدى مرحلة الأداء الغير مطلوبة. رابع حاجة إن اللعيبة قدرت توزع مجهودها على مدار 120 دقيقة، يعني إنك أنت بتلعب 90 دقيقة وبتلعب مباريتين بإكسترا تايم، واحدة فيهم كمان ضرب الجزاء، فده طبعا جهد غير طبيعي. يعني بيبقى اجهاد على اللعيبه اكتر، يعني انت فاهم، يعني وده اللي حصل ان اللعيبه في بعض اللعيبه اصيبت. فعشان كده انا بقول لك ايه، مساله الضغوط اللي على منتخب مصر انت فاهم اثرت على اللعيبه ذهنيا وبدنيا، فابتدى اللعيب يفرض طاقه اكتر علشان يرجع للناس ذاكره الفوز للمنتخب المصري، لان الضغط الشارع المصري كان اوتوماتيك، كان عودة كروش ويمشي، عودة بتاع ده، وكلنا قلنا كده، يعني احنا كلنا مفيش حد فينا اتكلم الا ما قالك ان احنا عايزين نستبدل ونرجع المدربين المصريين يمسكوا وان احنا نبقى جاهزين وهو كلام من ده، الكل اتكلم على النقطة دي، لكن طبعا فاجأنا طبعا الأداء المصري، مش أنا أقول مش كروش، هو فاجئنا المنتخب المصري بعودة الروح، ممكن تكون استلهمها حتى محمد صلاح كقائد الفرقه وابتدى يتكلم بشكل مهم جدا، لان برضو الناس برضو ايه طالت محمد صلاح شويه، يعني قال لك ان محمد صلاح ما بيأديش الدور بتاعه مع المنتخب المصري لما بيبقى في المنتخب وبيروح يعمل الكلام ده في ليفربول. لا، النهارده محمد صلاح بيأكد لك ان هو لاعب مصري من الطراز الاول وقائد قدر ياخد الفريق ويعدي المرحلتين المهمين جدا جدا جدا، لان طبعا البطوله عشان تحرزها لازم تعدي صعوبات طبعا، والصعوبات ابتدت بنيجيريا وبعد كده ادي كوت ديفوار وبعد المغرب. يمكن خسرت الماتش، لكن لعبت فريق تقيل عنده مميزات تقيله وعنده امكانيات عاليه. المنتخب الزيمبابوي كوت ديفوار عنده لعيبه هايله، بس احنا افترسنا الفرقه، يمكن اخذنا مجهود شويه في اللعب، لكن قدرنا نقتنص الفوز. المغرب الضغط من اول المباراه، يمكن اول 5 دقائق او 10 دقائق ممكن ما كانش صلاح، لكن بعد كده
قدرت المنتخب المصري يضغط بعد الهدف ما دخل فيك، لقيت نفسك في تسارع على اهدار الاهداف. يعني لو نبص للمباراه هنلاقي في اهداف ممكن كانت المنتخب المصري وكان ممكن يخلص المباراه في اخر ثانيه ب3-1. يعني عايز اقول ان الحاله اللي احنا عايشين فيها حاله حلوه جدا، واتمنى ان يفضلوا بنفس الشكل وبنفس الجهد ونفس التركيز. مش مطلوب منهم اضافه اكتر من كده. يعني لو عملوا المجهود ده مع كل مباراه افتكر الفوز هيبقى حليفنا. بس ايه رايك في اداء محمد عبد المنعم؟ بص اداء المدافعين كلهم كان، انا ليه بسالك محمد عبد المنعم؟ لكن محمد عشان بيلعب في المركز بتاعي طبعا. بالظبط عشان مركزك وعشان هو اصغرهم سنا، وهو كان لاعب مفاجاه اصلا تواجده في القائمه وفي التشكيله الاساسيه. ده مفاجاه، مباراه طيبه جدا، ظهور نجم. بس برضو عايز اقول ايه، النجوميه ما بتاخدش كده على طول. يعني انا عايز اقول ايه، حفاظا على اللاعب وعلى ان احنا قدام مشروع مدافع كبير. بالظبط قدامنا مشروع بس نتعامل معاه بهدوء، ومطلوب منه ان هو يؤدي ويلعب الافضل، لان هذا المركز بيتطلب حاجه واحده، هو الاداء الثابت. لانه لو اهتز شويه خلاص صح، الخطا بمشكله المشكله. فانا النهارده حته اللعب باداء في ثقه زياده عن اللزوم بيأثر على مستوى اللاعب. لكن المدافع اللي عايز يقعد يلعب 10-12 سنه في المكان ده، لان خلي بالك معدلات اللعيب في المكان ده بيبقى 7-8 سنين بالكتير، يعني لان بيبقى في جهد عالي جدا. فلما يلعب حد 10-12-13 سنه مثلا في المركز ده، ده بيبقى لعيب غير طبيعي، سوبر يعني. انت فاهم؟ فانت النهارده عشان ايه تشارك ويلعب المده دي كلها ويقدر يحافظ على مستواه الفني بعد الاداء الجيد جدا اللي ظهر في المباراه كوت ديفوار، وبعد كده طبعا ظهر في الماتش اللي بعديه. ويعني انا بقول ايه، طبعا يعني انت يعني برضو مهم جدا عندك الونش كمان، الونش نفس الثبات وبنفس الجديه وبنفس الاداء وبنفس الامكانيات. يعني انت كسبت طبعا اتنين لعيبه في الفتره اللي فاتت، وده مكسب جميل جدا لمنتخب مصر، ان يكون عندك لاعب ما اخطاش اخطاء كتيره، قام بدوره كمدافع. الحته اللي هي فيها المان تو مان والحاجات دي كلها كان واخدها، قاطع الكور سليم. فكل الحاجات دي كلها طبعا بتبشر بان هو لاعب هيبقى على مستوى عالي جدا، هيحافظ على كده، هيلاقي نفسه من احد النجوم. لو زود في ادائه وابتدى يبص للناحيه الهجوميه ويشتغل وكلام من ده، هياثر عليه فنيا في مركزه. طيب، واحد من اللعيبه اللي كانت انتقدت في كثير من الاوقات وكان يتحمل كل الظروف الصعبه في الاحاديث اللي فيها انتقاد كبير، هو محمد النني. محمد النني من نجوم المباراتين، مباراه كوت ديفوار. بص، محمد النني لعيب طبعا تكتيكي عالي جدا ومطلوب وكل حاجه، بس انت عارف ايه، يعني كل واحد له مركزه الخاص. يعني محمد عمل مجهود اوفر يعني في الماتش، يعني جامد جدا، وكان فعلا مثال للاعب البروفيشنال اللي هو يؤدي اداء جيد جدا، اشتغل في الملعب كويس جدا، عمل شغل ضغط كويس جدا، قدر يعمل ترابط في نص الملعب هايل. ما هو انت النهارده مكسب دلوقتي اي فريق هو نص الملعب. لو نص الملعب فيه ترابط وفي حضور وتقريب الخطوط مع بعضيها، بتبقى فيها نوع من انواع التقارب. ده بيعمل زي ما تقول توازن للفرقه، بيدي فرصه لانك انت تقدر تدافع وممكن تهاجم، يعني تعمل الواجبين. خط الدفاع بينضم مع خط نص الملعب، ونص الملعب بينضم مع خط الهجوم، فممكن تلاقي شغل في توازي، في خلق مساحات مع تضييق المسافات. فتيجي تبص تلاقي مثلا ايه، لو لعبنا في تلت الملعب مثلا المنتخب المصري بيقدر يعمل الهجمات المرتده بشكل جيد جدا. التقارب الخطوط
بربط نص الملعب ده أفضل حاجة، فبيعمل لك توازن، سرعة في نقل الكرة سريعة لخط الهجوم، بيبقى قريب لو أنا حتى كملت وراه. لكن لما بتيجي بتلاقي فوارغ وبتعمل كرات طويلة مثلا للفراودة، وانت بتبقى عندك مساحة الخط نص الملعب مع خط الدفاع متأخرين شوية، فبيبقى عندك فرصة ان الكرة لما بتتقطع يقدر يعمل عليك كونتر اتاك ويشتغل عليك بمساحات سريعة، لان هو هيشتغل اسرع وانت هتبقى ضغط عليه، يبقى انت فتحت له مساحة ان هو يشتغل على نص الملعب بعد ما ضربت خط الهجوم قدام. لكن تكملة الخطوط مع بعضيها دي كانت صفة من الصفات الجيدة جدا مع منتخب مصر، فعشان كده كل لعيب لعب بنسبة 80% من أدائه، كل واحد تعدى 80% من أدائه، فعشان كده بس أنا حسيت إن محمد صلاح المباراة اللي فاتت دي لعب 120%. تتفق؟ احنا بص 120% علشان هو كابتن الفرقة. أنت فاهم؟ فكان لازم يقرص على نفسه في حاجات كتير. انا شفته بيدافع المباراه اللي فاتت محمد صلاح، نادرا لما بيدافع، كان بيرجع لحد نص الملعب وكان بيعرف يحاول ياخد الكرات طبعا عمل يعني اسيست وجاب جول وبيلعب عليه اربع لعيبه وعمل كل حاجه تقريبا. عمل طبعا في ماتش المغرب عمل ماتش هايل جدا، ما انا بقول لك من افضل المباريات اللي هو لعبها محمد صلاح بصراحه يعني صح. بس انا مش عايز اقول ان دي من افضل المباريات يعني، طب وباقي المباريات اللي في التشكيله دي كلها؟ يعني عايز اقول ان محمد صلاح الطبيعي ان هو يكون من احسن اللعيبه. استعرف يقول لك ايه؟ اصل محمد صلاح ما يلعبش مع الجمله الشهيره، ما يلعبش مع المنتخب، ما بيلعبش مع المنتخب زي ما بيلعب مع ليفربول. لما تبص على اخر بطولات لمصر في كاس الامم الافريقيه من 2017 اول بطوله شارك فيها افريقيه محمد صلاح، هتلاقيه مشارك في 65% من اهداف منتخب مصر سواء بالتسجيل او من الصناعه، يعني اكتر من نص اهداف منتخب مصر. ده واحد. تصفيات كاس العالم الاخيره اللي هي وصلتنا لكاس العالم، مصر كانت جايبه 7 اهداف، محمد صلاح كان جايب منهم 5 وصانع 2. فيعني عارف انت فكره انه حد يقول ان محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر؟ لا يا حبيبي، ده يبقى هو بس ايه، يمكن الفتره اللي فاتت اللي هي الماتشات الاخرانيه اللي هي حوالي 7-8 ماتشات اللي اتلعبوا ما بين الفتره اللي كان فيها كابتن حسام بدري وما بين كروش، فمحمد صلاح يعني ممكن يكون اجهاد السفر في حاجات كتير جدا، ممكن تخش في عوامل كتير جدا في ان هو بيبقى عنده مثلا ماتش مهم وهو عارف. لكن برضه هنيجي لنقطه مهمه جدا، طيب مين اللي يصنع الاهداف لمحمد صلاح؟ ايوه، هل محمد صلاح هو اللي يصنع نفس الاهداف؟ هو الناس بتتعامل مع محمد صلاح ان هو كابتن ماجد، لا، ان هو بياخد الكوره من عند ياخد الكوره من الجون ويروح ويرقص الناس وبتاع. لا طب ما ال11 ما لعبوش بقى، دي مش كوره طبعا. خلينا نبقى واقعيين، لان اللعيبه كلها ادت المكسب وكله ادى لنجاح محمد صلاح، ومحمد صلاح قدر يفوز. صح، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، لو كمان محمد صلاح تالق المباراه اللي فاتت فهو تالق عشان كل اللعيبه فعلا تالقت كمان وكلهم كانوا هايلين. ما انا بقول لك اللعب الجماعي كان عظيم. ما هو ده اللي احنا بندور عليه، اللعب الجماعي. طيب احنا لسه سبنا يعني وصلنا للروح ولعبنا بضغوط كويسه، قرينا الملعب كويس، قربنا من الخطوط، لكن فاضل لنا اللمسات السحريه في الاداء الفني، هو ده اللي فاضل لنا يعني. انت فاهم يعني؟ عارف لو قدرنا نوصل للتركيبه دي هتبقى انت فريق من الفرق العظيمه اللي موجوده في القاره الافريقيه او على مستوى العالم. لو انت اكتملت مع الروح والاداء اللي انت عملته ده وحطيت حته الفنيات بشكل اعلى، يعني الروح غطت على الاداء. لكن لو انا النهارده اشتغلت عندي سيستم بلعب بيه بقى صح وتحركات وفلان بينزل بيحط الفلان عشان الراجل ده يطلع مكانه ويروح داخل وده يروح داخل لجوه وهكذا، الشكل التكتيكي بتاع الملعب انت بتستمتع بيه، بتحس لما بتشوف فريق بيلعب فريق من الفرق الثقيله والكبيره واللي هي بتبقى عندها ادراك فني عالي، بتتفرج على مسرحيه قدامك متعه، تقول الله بص الكره اتعملت ازاي، الكره اتحركت ازاي، راحت الناحيه الثانيه اخدها، راح عاملها اوفر، راح الثاني جاي شايطها بوش رجله. صح، الحاجات دي كلها ما بتجيش هباء كده اهو، او يعني بتاع ده، بتيجي نتيجه تحركات فيها تنغم. التنغم ده بيخليك وانت طالع الحركه بتاعتك والخطوه اللي هتاخدها، عشان ممكن لما تباص الكره وتعمل اوفر لاب وتحطها للراجل الوينج ليفت، والوينج ليفت بيحطها اوفر كروس الداخل، وانت داخل بالتايمنج بتاعك
يبقى ده ادراك حسي فني. محتاج ان انا لازم اكون عندي الايه الاحساس بزميلي بان انا هيحط لي الكره في انهي وقت وانهي تايم. صحيح. فهو ده اللي فضلنا شويه. هو ده لو تلاحظ ان في بعض اهداف ضاعت كتير في الماتشين نتيجه ان الكره بتتلعب بالعرض بس مش مكمل الوقت. طب انا حاططها بوش رجلي مثلا بالعرض مثلا او عاملها كروس بتاع ده، فالتايمنج بتاع دخول اللعيب اللي جاي هو ده اللي ناقصنا. فاضل لنا التايمنج، الحته اللي عايزين نلعب عليها التايمنج بتاع الدخول. دخلنا منطقه الجزاء وبيدخل لازم يكون في خطوات معينه يقدر يحطها عشان لما تحط له بالعرض يروح داخل متزحلق وحاططها جول، او داخل بقوه حاططها جول. ففي اهداف بتيجي كده هو، ويمكن يعني في فرص ضاعت في الماتش اللي فات او اللي قبليه تقريبا اللي هي بتاعت ماتش كوت ديفوار، اللي هي كانت اتلعبت بالعرض كده وكان السولية محمد صلاح للسولية بالظبط حطها يعني بطريقه مش موافق بالظبط. يعني كان الجون فاضي والدنيا فاضيه. يعني فهي مساله انك انت عارف ايه، انك انت وانت داخل لازم تبقى ايه مظبط امورك. طيب من اللعيبه برضو اللي بعض الناس تتحدث عنه بشكل ايجابي، بعض الناس تقول لك لا عايزينه يسجل اهداف، مصطفى محمد كان معايا لسه الكابتن شاوي غريب كمان على الهادي دلوقتي وقال لي ازاي مصطفى بيعمل دور تكتيكي عظيم في الملعب بس الناس الطبيعيه بتستنى الاهداف، بس هو بيعمل شغل فني محترم جدا في تشكيله. بص اوقات كتير جدا بتيجي على اللعيب ان ممكن ما يسجلش فتره بس مطلوب جوه الملعب. عمليه ان مفيش يعني هو معتمد على الكروسات، والكروسات يعني ما بيقومش بيها كتير محمد صلاح. محمد صلاح لازم يخش بالكره جوه منطقه الجزاء ويلعبها بالعرض او كلام من، فمحمد بيكون استعجل دخوله منطقه الجزاء فبيحصل انخفاض في ادائه نتيجه ان هو دخل المنطقه، لان محمد صلاح ممكن يكون رجع بالكره عشان يفكر انه يرقص واحد تاني ويخش وممكن يشوطها بشمال، يعني انت فاهم. تاني حاجه التوفيق بتاع محمد صلاح في بعض الماتشات اللي فاتت مش التوفيق من عندي، لا هي عمليه التغذيه، الوريد اللي بيوصل لمحمد صلاح بيوصل له متاخر، فعبال ما بيخش ده يكون دخل منطقه الجزاء فبيبقى خرج بره الجيم. فعشان كده الناس لما بتيجي تحكم على اللعيب ما بيحكموش على البدايه بتاعه الباصه، لكن محمد عمل الصح، يعني انت فاهم مصطفى محمد عمل الصح، دخل صح، رايح في التايمنج صح، لانه هو المفروض ان الكره توصل لفلان وفلان ده يعملها كده اهو، هو دخل صح، لكن دخل نتيجه ان مفيش ضبط ميعاد ما بين الطرفين انت فاهم، او اللي هو تايمنج فبيأثر فبيخرج محمد من اللعب، مصطفى محمد يخرج من اللعب، ادي كل القصه. لكن اداء مصطفى محمد قوي، بنيانه قوي، بيقدر يخش، بيقدر يعافر، بيقدر يطلع هيدرز، بيقدر يعمل الكلام ده كله، فهو لعيب صاحب مواصفات قوية جدا. مفروض ان احنا نضيف بقى ان المجموعة انها تشتغل على مصطفى محمد شوية. صحيح. طيب اللي بيقوم بتاع ده بيقوم بعمليات الكروسات من ناحية اليمين او الشمال مثلا زيزو مثلا. طب ما زيزو بينزل بعد ما بيغير مصطفى محمد، او حتى الباكات تتكلم في فتوحه وعمر كمان الواحد، وفي المباراتين اللي فاتوا تحديدا كان لهم ادوار دفاعيه اكتر منها ادوار هجوميه بالظبط. فده نقطه من مهمه جدا ما بتقومش بعمليه التغذيه بالنسبه لمصطفى محمد، يعني صحيح. عدم ظهور طرفين الملعب مثلا في الماتش ده نتيجه ان في اثنين اقوياء موجودين في الملعب، فانت فاهم التهور من الناحيه الهجوميه هتاثر علينا. طيب نتعامل ازاي مع مباراه الكاميرون؟ بص الكاميرون يعني بص فريق قوي جدا وعنده مجموعه لعيبه مميزه وعنده هدافين البطوله وخمس اهداف وست اهداف وحاجه يعني، لكن زيه زي اي فرقه افريقيا ممكن تكسبه على ارضه. مفيش اي مشكله، هو العمليه انك انت تزهقه، ازاي تزهقهم بقى دي لازم تيجي بشكل معين. ليه؟ لان الفرق الافريقيه دي لما بتيجي اول ما بيخش ويحس ان الماتش هيهرب منه يبتدي يلعب كرات طويله ويرجع للكرات الافريقيه بتاع زمان اللي هو الضغط يرفع اوفر ويجري وراه، انت فاهم؟ فهي دي النقطه
اللي انت بتكتسبها وبتحصل ليك. انت لازم تشتغل على الحته دي بقدر الامكان، ما تدهمش المساحه، المسافات تبقى قريبه عشان عمليه الترقيصه او التعديه ما يكونش في اكتر من واحد، يبقى في ترقيصه ويعدي ويبقى بسهوله ويخش على الثانيه وهكذا. فانت لازم الخطوط تبقى متقاربه، ده نمره واحد. الزون ديفنس في اول الماتش وتشتغل عليها، وبعد كده خدهم لحته ان هم يزهقوا، يحس ان هو بتاع يبتدي يتوغل، هتلاقيه بيخرج وبيفقد حاجات كتير جدا، ويبتدي ايه ترجع للكره الافريقيه بتاعت زمان. وده اللي حصل مع الفرق كلها، يعني هات لي كل الفرق الافريقيه بص هتلاقي ان ايه التسيب بتاعهم بيبقى عامل ازاي. يعني بتلاقيهم رجعوا للكره بتاعت زمان بتاعتهم، اللي هو يخش بقى جامد ويعافر ويخبط ويلعب بدون يعني بدون وعي، يعني هم بيطلعوا دايما من الحته دي. طيب من الحاجات اللي انا قلقان منها وعايز حضرتك تقول لي ازاي نتعامل معاها هي التوتر. انت بتلعب مع صاحب الارض، صاحب الجمهور، الجمهور هيبقى مالي المدرجات، جمهور كاميروني، اكيد في توتر، اكيد هم هيبقوا متوترين جدا مع جمهورهم واحنا هنبقى متوترين طبعا في وجود الجماهير الكبيره. ازاي نتعامل مع المواقف ده؟ بص يعني انا في احدى المباريات لما لعبت كنت نازل ماتش الجزائر في الجزائر وتعادلنا وعملنا ماتش معاهم جامد، عايز اقول لك ان انا كنت سد وداني يعني ما بسمع حد، انزل انسى، لك انت بتلعب بره ارضك او انت بتلعب في بطوله، اعتبر نفسك نازل تلعب في استاد القاهره. ده الشعور او ده اللحظات اللي ممكن تيجي داخل اللعيب، فبنزل بحس ان انا نازل العب في حتتي مكاني. هيروح منك التوتر، هتلاقي نفسك كده، عيش مع نفسك كده، يعني الواحد شوف ايه اللي ممكن بيخرجك من عملية التوتر واعمله، اقرا قرآن. حاجات كتير جدا القرآن ده مهم جدا. يعني انا من الحاجات اللي هي اللي كانت بتخليني اشيل التوتر واشيل الحتة دي كلها هي قراءة القرآن. اقرا قرآن، كتاب بيبقى في المصحف، هو معاهم كل لعيب بيبقى معاه مصحف، يعني فاقرا المصحف هتلاقي نفسك التوتر راح. يعني آية كده من الآيات اللي أنت بتحب يعني تقولها مثلا قبل المباراة أو كلام من ده عشان ربنا يكرمك، دي بتزيل التوتر. صح، يعني في الحاجات اللي هي الروحانيات دي طبعا اللي هي البتاع ده، وتتصلي لك ركعتين ربنا يوفقك، ده هتلاقي حتة التوتر والفكر والكلام من ده هتلاقي نفسك نازل بتلعب طبيعي، ما فيش مشكلة، ما تخافش من حد. يعني فريق الكاميرون فريق زيه زي الفريق نيجيريا وزي ما زي الفرق، ويمكن كان ادائهم ما كانش مميز في الماتشات، يعني ما هماش اللي ممكن تخاف منهم، لكن انت لو خفت منهم وعملت نوع من انواع الرعب لنفسك لا هيسيطروا عليك. لكن اللي انا شفته في الماتشين اللي فاتوا يؤكد ان مسيره المنتخب المصري ماشيه كويس جدا. صحيح، احلام وحاجه التوتر افتكر انها مش هيحصل عندهم، لان ماتش المغرب ده ماتش مفروض ان بيحصل توتر اكتر من ماتش الكاميرون. مظبوط، يعني ادائك مع ورغم كده لا كان في توتر قدام المغرب، وان شاء الله ما يبقاش ابدا في توتر قدام الكاميرون. ان شاء الله باذن الله. كابتن الكبير كابتن هشام يكن بتشرفني وتنورني كالعاده. شكرا كابتن هشام، شرفت ونورت. طيب لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نستقبل احمد نجيب وكريم محمد ونتكلم تحليل رقمي عن اداء منتخبنا في كاس الامم الافريقيه. خليكم معنا.